السلام عليكم خوتي خواتاتي، توجو في محل ازاز ثقه. اليوم جانا زير من ولايه البويره وشقى شافنا في الفاجه وجالينا وراه في المحل تاعنا، ودوك هو يعطيكم رايكم. هي تاع الراي تاعو، واش رايك في ازاز ثقه؟ ازاز ثقه اساس جميل، اساس لبس به، ويعني ما عندنا ما نقولوا فيه. بارك الله فيك. عندنا ما نقولوا فيه، انا كنا نشري منها. خونا تبعتنا في الباج على كل حال. تبعتكم وعجبني لي موديل تاعكم. بارك الله فيك. وهاني في المحل تاعكم، راني شفت كاع لي موديل، شفت لا بريزونطاسيون، شفت كلش. يعني حاجة في القمة. وكما قلنا لكم في الباجا ما غلطتوش. ما غلطناش عليكم، بارك الله فيك. الحمد لله، هذا من فضل ربي على كل حال. وأنا جيت أنا شفت بعيني. بارك الله فيك. ماشي يقولوا لي درك. الحمد لله، احنا ماذا بينا انا نقولها ونعاودها. جميع المتابعين اساس ثقة، احنا ماذا بينا تجوا لعندنا ان شاء الله، وكما جانا الشيخ من البويرة وعطى لكم رايه، والحمد لله هذا من فضل ربي اللي لحقنا لهذا المستوى، ومازال ان شاء الله الخير قدام، ودائما واش كاين جديد احنا نقيسكم في الباجا، ويزيد الشيخ ويقول لكم الكلمة تاعه. ان شاء الله ان شاء الله، انا نتمنى ان الناس تجي تشوف بعينها. بارك الله فيك. خاطرش كي يجوا قال لك كي تشوف العين تترك سؤال. بارك الله فيك. هذا وقد ما تقدر توصف لهم بعينه خير. وانت واش قلنا لكم في الباجا؟ انت جيت على المباشر. الله على المباشر. واش راك تشوف في لا فينيسيون؟ روعه. بارك الله فيك. حاجه تقدر تنافس حتى الخارج. الله يعطيك الخير. بارك الله فيك. خوتي خواتي. شرف لينا، شرف لينا. احنا من منتوجات بلادنا. احنا ماذا بينا ان شاء الله جميع اللي يشري منتوجات بلادنا يخرج من عند اساس ثقه يروح فرحان. واش نقول لكم خوتي؟ تابعونا في الصفحه في اليوتيوب، كثرونا لي جيم، وحنا هنا في الخدمه. سلام.